بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير بإذن الله. هنسكن مع بعض دلوقتي عمل البارة الموديول الرابع. ماشي كده، هنركز مع بعض كده ونصحصح. يلا الكلام سهل ومش فيه حاجة. احنا معانا بالظبط 19 كائن حي بالإضافة إلى 7 صور زبالة، لا يا رب 15 إلى 7 صور زبالة. ماشي كده، فنركز بقى علشان ايه تمشي مع الدنيا زي الفل ان شاء الله. يعني اول حاجة عن الهيتروفس، اسمها ايه؟ اسمها هيتروفس. هيتروفس ده اسمها. فانت مطلوب منك تعرف ايه؟ تعرف حاجتين في اي حاجه في دول، اي كائن حي تعرف منه حاجتين، الاسم والاستيدج. ماشي كده، مطلوب منك تعرف الاسم والاستيدج. تمام كده، تمام. فين اسمها؟ ادي اسمها هيتروفس. هيتروفس طيب استيدج ايه؟ يعني ادلت ولا ايج ولا ايه الدنيا؟ فاهم معنى الاستيدج بتاعتها؟ فالشكل ده كده هو شكل مين؟ هو شكل الهيتروفس. هيتروفس ادلت. اما الشكل ده شكل الايج. بعرفه ازاي؟ شكل بيضاوي ولكن متاكل منه حته. الحته دي خد بالك هتفرع عن حاجه تانية. هتشوف، بص اهي، تعالى هتفرع عن مين؟ عن دي. تعالى كده معايا نطير شويه، اهي هتفرع عن دي. شكل بيضاوي برضو ولكن مش متاكل منه اي حاجه، فده الفرق بينهم. يبقى بتاعه التروفز مالها؟ شكل بيضاوي ولكن متاكل منه حته. ماشي كده، اهي متاكل منها حته. طب تعالى نشوف من غير ما نبص على الكلام بقى، مين ده؟ احنا لسه من شويه، ده مين ده؟ هيتروفس. هيتروفس ادلت. امال مين دي؟ دي ايج. عرفت منين؟ متاكل منها حته اهي، شايفها اهي. ماشي كده، يبقى الشكل ده كده هو هيتروفس. هيتروفس ادلت اهو. اما ده كده هيتروفس. هيتروفس ايج، متاكل منها حته اهو، ادلت وايج. ماشي كده. تعالى شكل ورك الفراخ ده، ورك الفرخ، شايفه اهو ورك الفرخه ده. ده مين ده؟ هيتروفس برضو ولكن اسمه ايه؟ ده مرحله الميراسيديوم. ماشي كده، مرحله الميراسيديوم. افتكر ان شكل ورك الفراخ اهو، ورك الفراخ، ورك الفراخ. مين ده؟ الميراسيديوم. افتكر تاني كده ان ايه؟ ورك الفراخ ده مين؟ الميراسيديوم. يبقى تاني، مين اللي فوق دي؟ ادلت. طب مين دي؟ كات ايج. طب مين دي؟ ادلت. ودي ايج. طب مين دي؟ ميراسيديوم. طب مين دي؟ برضو ميراسيديوم. مين كلهم بقى؟ كلهم اسمهم هيتروفز. اسمهم هيتروفز. هيتروفز. ماشي كده. طيب تعالى هنا، هي شبه وراك الفراخ بس هي مش وراك فراخ، بس انا شايف جواها كده يعني حاجات زي كياس او كده. صح، كياس يعني سيست، كيس يعني سيست، فنسميها هيتروفس سبوروسيست. ماشي كده. تاني يبقى عندي دي كده اهي سبوروسيست. اخر واحده فيهم اللي شبه عظمه الريديوس فسميناها ريديا، هيتروفس ريديا اهي. بص شبه عظمه الريديوس سميناها هيتروفس ريديا. ماشي كده، تمام. في منهم ايه تاني برضو؟ في منهم اخر واحده اللي هي بقى ايه؟ هيتروفس سيركاريا. هي ايج ولكن ليها ديل، اهي ايج ولكن ليها ديل، فسميناها ايه؟ سميناها سيركاريا. تاني كده، من الشكل اللي فوق خالص ده كده هيتروفس ادلت. طب مين ده؟ ليج. طب مين ده؟ ادلت. ودي ايج. طب هنا ميراسيديوم. طب ده برضو ميراسيديوم. امال ده؟ لا ده كان فيه دوائر اسمها سيست، يبقى اسمها ايه؟ هيتروفس بروسيست. امال ده؟ عظمه الريه سميناها ريديا. امال دي؟ بيضه ولكن ليها ديل سميناها سيركاريا. ماشي كده، وكلمه سيركاريا جايه من سيركل، خد بالك. ماشي كده، عشان عشان هي مدوره يعني. تمام تمام كده خلصنا هيتروفس. حاسب بحاجه على الطرف اي حاجه؟ يبقى حتى الان عيد تاني، قلنا ايه؟ كرر معايا كتير بقى. ماشي، مين ده؟ هيتروفس. هيتروفس ادلت. امال ده؟ الايج. طب ده ادلت وده ايج. طب مين الوراك الفراخ؟ ميراسيديوم. طب مين وراك الفراخ برضو؟ ميراسيديوم. طب لو جواها اكياس سبوروسيست. طب لو شبه عظمه الريديوس نسميها ريديا. طب لو بيضه وليها ديل نسميها سيركاريا. دي مين؟ دي الهيتروفس. طب نكمل في بقى اللي هي، بص عامله زي الدوده كده. ماشي، هي عامله زي الدوده دي. مين دي؟ دي الاتش نانا، او اتش اختصار لايه؟ اختصار الهايمنوليبس. ماشي كده، الهايمنوليبس نانا دي او الاتش نانا، هي دي تحسها دوده كده في نفسها. هي بص دوده، هي بص دوده اهي. مين دي؟ هايمنوليبس نانا او اتش نانا، الاحسن اكتب الاسم نفسه اهي، هايمنوليبس. ماشي كده، هايمنوليبس نانا. طيب نكمل. ظهر لك وش البتاعه دي، وشها كده اسمه، اسمه سكوليكس، فاقول هايمنوليبس نانا سكوليكس. ماشي كده، اهو وشها ليه؟ اهو ظهر لك عين وظهر لك بق بيضحك اهو. ماشي اهو، مين ده؟ هايمنوليبس نانا سكوليكس. طب تعالى هنا كده اهو، ادي العين ولكن بقها مش ظاهر، نفس الكلام هايمنوليبس نانا سكوليكس. ماشي كده. تعالى في عندنا اتنين سيجمنت، في ماتيور وفي جرافيد. افرق بينهم ازاي؟ الماتيور سيجمنت هتلاقي ان بص انت شايف ايه؟ شايف دوائر جوه مستطيل، صح؟ لو الدوائر في نص المستطيل ومش جايبه اخره احنا ماتيور. لو الدوائر وصلت لاخر المستطيل، بص هي فين؟ في الاخر اهي، كملت لحد الاخر، انت كده جرافيد اهو. بص لحد الاخر انت جرافيد، لو وقفت لك في النص وما كملتش كان انت ايه؟ ماتيور سيجمنت اهو، ماتيور سيجمنت. كملت للاخر انت جرافيد سيجمنت. تاني احنا لحد دلوقتي ايه؟ قلت لك الهيتروفس والاتش نانا.
مالها الاتش نانا دي؟ قلت لك لو جالك العمود نفسه كده فتكتب هايمنو ليبس نانا او اتش نانا. حلو كده. طيب جاب لك وشها، ده اسمه سكوليكس، يبقى ايه؟ هايمنو ليبس نانا سكوليكس، نفس الكلام اهو سكوليكس. طب ايه ده؟ ده السيجمنت. عندنا ماتيور، عندنا جرافيد. الماتيور اعرفه ازاي؟ الدايره مش واصله للاخر فده ماتيور، لو وصلت للاخر بقى جرافيد. ماشي كده تمام اهو جرافيد سيجمنت. طيب تعالى، لقيت بيضه جوه بيضه، يعني دايره جواها دايره، فدي ايج بتاعت مين؟ بتاعت الهايمنو ليبس. يبقى حتى خدنا كام ايج؟ 3. افتكر بقى الاتش نانا، قصدي يا ربي اسمها ايه دي، الهيتروفيز، كانت مالها؟ كانت دايره متاكل منها حته، او بيضاوي متاكل منه حته، اهو بيضاوي متاكل منه حته، شبه مين؟ قلت لك افتكر معايا كانت شبه مين؟ اللي تحت دي اهي، بتاعت الانتروبيز والميكولاز اهي، بيضه برضه ولكن مش متاكل منها حاجه، مفيش الكلام ده، مش متاكل منها اي حاجه. خلاص كده تمام. التالت واحده خدناها كانت مين؟ التالته كانت بتاعت الاتش نانا، كانت مالها؟ دايره جوه دايره، سهله قوي دي اهي، دايره جوه دايره اهو، بص دايره جوه دايره. فقول ايه؟ هاي من ليبس نانا ايج، اهي هاي من ليبس نانا ايج. طيب نكمل. لقيت الشكل ده كده، اللي هو شكل وراك الفراخ، بس انا عارف شكل وراك الفراخ بقى الاصلي، ما بيكونش ما بيكونش كده، بيكون مليانه فراخ. يعني بص انا مش بهزر، بس حاجه شبه الدنيا، يعني شايف دي كلها نفس الشكل، فاهمني؟ اهو نفس الشكل كلها، كلها نفس الشكل، انما دي لا، عندك حته في النص قدام هي دي فيها حاجات، وهنا ورا فاضي. فدي مين؟ تبع الهيمنوليبس نانا اولا، تبع مين؟ الهيمنوليبس نانا. طيب شايف دي مدوره، نسميها سيرك سيركويد اهي، سيركويد، فنسميها سيست سيركويد. يعني مين دي كده؟ اسمها هيمنوليبس نانا سيست سيركويد. شايف دي كده؟ هيمنوليبس نانا سيست سيركويد. كده خلصنا الهيمنوليبس نانا. تاني خدنا فيها ايه؟ خدناها اول حاجه هي هي، اسمها ايه؟ هيمنوليبس نانا. بعدين لو ظهر وشها هيمنوليبس نانا سكوليكس. بعد كده لو ظهر السيجمنت بتاعها فنسميه اما ماتيور اما جرافيد. امتى ماتيور؟ لو الدوائر مش واصله للاخر. امتى جرافيد؟ لو الدوائر وصلت للاخر. ماشي كده؟ طيب نرجع البيضه بتاعتها، اسهل بيضه دايره جوه دايره، اسمها هيمنوليبس نانا ايج. حلو كده؟ طيب تمام. نيجي بقى اخر حاجه فيهم اللي هي ايه؟ لو ظهر لك الشكل ده كده، اللي هو دايره جوه ورك فرخه، فنسميها سيست سيركويد بتاع الاتش نانا، يعني اللي هي هيمنوليبس نانا سيست سيركويد. ماشي كده تمام. طيب نيجي على انتروبياس فيرميكولاريز. ماشي كده، انتروبياس فيرميكولاريز في منها ميل وفي منها فيميل. طب انا فرق بينهم ازاي؟ بص يا سيدي افتكر معايا كده، ان يعني بص هنخرج بره الدرس شويه كده. بص بعض القليل من يعني القليل من الرجال كده سمعه سيئه. ليه؟ يقول لك الراجل ده، يعني بعض الرجال يعني يقول لك ديلهم ما بيعدلش، ديله معوج بيلعب بديله، صح؟ بعض الرجال اللي هم مش محترمين يعني، ماشي؟ فهو هتلاقي الراجل هنا ديله معوج، بص ديله واخد كيرف اهو، ديله لافف، بيلعب بديله، ديله لافف، ماشي؟ اما الفيميل لا، ديلها مفرود وراسها مفروده. اللافف وسطها عشان هي فيميل، واخد بالك انت معايا؟ تمام. يبقى الفيميل ديلها مفرود اهو، فيميل ديلها مفرود اهو مفرود، اما الميل لا، ديله بيلعب، ديله لافف. افتكرها ازاي؟ ان الراجل بيلعب بديله. يبقى اسمها ايه اصلا؟ اسمها انتروبياس فيرميكولاريز. لو الديل لف حوالين نفسه ده ميل، الديل مفرود دي فيميل. ماشي كده اهو. طيب تعالى، الشكل ده مش موجود غير هنا بس، لقيت صوره كده نسيج في حاجه من من الاثنين، يعني في الباره، يا اما دي اللي هي الواحده من الاثنين دول، يعني هم نفس الرسمه اصلا، يا اما ايه؟ يا اما دي كده، تعالى كده معايا اهي، اللي هي دي ساركوبتس كابيال مايت، عباره عن مايتس تحت الجلد، فسميناها ساركوبتس سكابياي مايت. ماشي كده. طب نطلع فوق تاني زي ما كنا، احنا كنا فين دلوقتي؟ كنا هنا في الانتروبس فيرميكولاريس. طيب ايه الشكل ده كده؟ انت كده في الانتستين، عملت في الانتستين يعني واخد كات سكشن في الانتستين، شايف ايه؟ انتروبس فيرميكولاريس. تاني انا شايف ايه؟ انتروبيس فيرميكولاريس في الانتستين، فده كات سكشن اوف انتروبيس فيرميكولاريس ان انتستين. رتب الكلام براحتك، بس اهم حاجه تقول له ان انت شايف ان ده كات سكشن وظاهر لك انتروبس فيرميكولاريز وان انت في الانتستين. ماشي كده تمام. اهو كات سيكشن في الانتروبس في الانتستين، يبين لك الانتروبس فيرميكولاريز. طيب بيضه مش متاكل منها حته، بتاعه الانتروبس فيرميكولاريز، لو كلنا منها حته بقت مين؟ بتاعه الهيتروفس. طب لو دايره جوه دايره بتاعه مين؟ الاتش ان ان. برافو عليك اهو، بص مش متاكل منها حاجه، بتاعه الانتروبس فيرميكولاريز. ماشي كده. طيب اسهل واحده فيهم بقى دي اللوا لوا، عباره عن دوده اهي، لوا لوا. ماشي كده. لما تلاقيها كده تطلع او يعني ظاهره كده دوده بيضه، دي ادلت لوا لوا اهي، الادلت لوا لوا ادلت. حلو كده. طيب لو جوه نسيج او كده، او يعني فاهم جوه نسيج مش مظبوطه كده، نسميها مايكرو فيلاريا،
ماشي كده. يبقى عندك هنا كده مين؟ ادلت لوا لوا او مايكروفيلاريا لوا لوا، ماشي كده. طيب بتعمل في هنا برضو يعني دي صوره الحاله المرضيه اسمها كالابر سويلنج، عنده انتفاخ هنا كده اهو، ماشي كالابر سويلنج، ماشي اهو كالابر سويلنج، تمام. طيب كده خلصنا اللوا لوا، فيها اللوا لوا فيها ادلت وفيها ايه مايكروفيلاريا، تمام. ادلت امتى؟ لو بيضه. مايكروفيلاريا امتى؟ لو جوه نسيج كده، ماشي كده تمام. قبلها خدنا ايه انتروبيوس فيرميكولاريز، كانت اج لو اج بتاعتها يعني مش متاكد منها حاجه وبيضاويه. طب لو دي كده في الانتستين، طب لو دي كده في ميل، عرفت ان ده مفرود. لو دي كده ها في ميل، ليه ديلها مفرود؟ ديلها مفرود اهو في ميل، ديلها مفرود وسطها اللي متني عشان هي في ميل، واخد بالك انت؟ تمام. طيب لو جينا على الديل اللي هو لقينا الديل متني كده، لا ده في ده ميل بقى، ماشي كده. الديل متني ده ميل، انت اسمها ايه؟ اسمها انتروبيوس فيرميكولاريز. طب نكمل، نيجي بقى على دي اسمها ايه؟ انتامويبا هيستوليتيكا، انا بحب اسميها انتامويبا عشان افتكرها. اللي ما يعرفش يعني في مدينه في السعوديه اسمها نويبع، انا ما اعرفش ايه نويبع دي بس معينه يعني. المهم اسمها ينبع، يا رب معلش اسمها ينبع، بس في حاجه اسمها نويبع انا عارفها. المهم يعني افتكرها كده، انت مويبا هيستوليتيكا، انت مويبا هيستوليتيكا. تعرفها منين؟ جواها دوائر كتير كده اهو، بص اهي دايره دايره جواها حاجات كتير قوي اهي جواها. دي مين دي؟ انت مويبا هيستوليتيكا. ليها اتنين ستيج بس، يا اما تروفوزويت يا اما بيضه، بس بدل نسميها ايه؟ نسميها سيست المره دي، ماشي كده اهي. تعرفها منين؟ جواها واحد او جواها يعني عمود كده وجنبه نقطتين او ثلاث نقط، يعني جواها او ثلاث نقط مثلا، يعني واحد وجنبه ثلاث نقط، فاهم؟ ثلاث دوائر يعني. دي مين دي؟ اعرف ان دي سيست اسمها ايه؟ انت مويبا هيستوليتيكا اهي، انت مويبا هيستوليتيكا، ماشي. طيب دي مين دي؟ اللي تلاقي جواها بقى دوائر كتير مع بعض، دي اسمها مرحله التروفوزويت بتاعتها، تروفوزويت اهي، كام دايره جواها؟ دي تروفوزويت. لو لقيت ان هي واحد وجنبه ثلاث دوائر، لا دي السيست بتاعتها، ماشي كده. يبقى حتى خدنا مين؟ انت مويبا هيستوليتيكا مالها؟ والله يا سيدي ان مالها انت مويبا دي، هقول لك ان هي ليها اتنين ستيج، يا اما تروفوزويت يا اما سيست. امتى تروفوزويت؟ لو جواها دوائر كتير قوي كده اهو، بص دايره دايره ودايره 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 ودايره، دي كده تروفوزويت. لو جواها واحد ثلاث دوائر، لا كده بقت سيست، ماشي كده تمام. نيجي هنا بقى على الليشمانيا. الليشمانيا نوعين، في ليشمانيا امستيجوت وليشمانيا بروماستيجوت. ايه الفرق بينهم؟ الليشمانيا امستيجوت دي ما بتتحركش، هي بص عباره عن كتله كده صامته ما بتتحركش، فسميناها ليشمانيا امستيجوت. يعني غير قابل او يعني بنفي، ماستيجوت بيتحرك. بقول لك ان دي ليشمانيا امستيجوت لا تتحرك اهي، ليشمانيا امستيجوت لا تتحرك. امال دي بقى ليشمانيا بديل، فنسميها ليشمانيا بروماستيجوت بتتحرك اهي، ليشمانيا بروماستيجوت، ليشمانيا بروماستيجوت، ماشي كده. تاني خدنا ايه؟ خدنا الليشمانيا فيها ايه؟ الليشمانيا دي نوعين، يا اما الليشمانيا امستيجوت ما بتتحركش، يا الليشمانيا بروماستيجوت تتحرك. الامستيجوت كتله هي على بعضها، شايفها كتله اهي، عباره عن كتله كده كبيره، دي الليشمانيا امستيجوت. طب ليه كده عباره عن حاجه ليها دي كده بتتحرك؟ لا دي كده الليشمانيا بروماستيجوت، ماشي كده اهي بروماستيجوت، تمام كده تمام. نيجي بقى على الناموس، عندك ناموس اهي اسمها انوفيلس، ولكن دي ادلت بس، دي اللي عندك فيها اسمها انوفيلس ادلت. وفرق بينها وبين اختها دي الساند فلاي، ماشي كده. طب فرق بينهم ازاي؟ بص يا سيدي، الساند فلاي صفرا والدم اللي جوه احمر بس، ما فيهاش لون تاني، لونها ذهبي لون الرمله. اما الناموسه الانوفيلس لا، شايف بص رجلها فيها اسود اهي، فيها اسود صح كده، هي ناموسه راسها نفسها سودا اصلا مش صفرا، انت معايا؟ انما دي لا، دي كلها صفرا اهي، بص كلها اصفر اللي عينيها بس يعني، ماشي كده كلها اصفر، حد دراعتها رجليها حتى صفرا، شايفني شايفها؟ شايفني شايفها اهي كلها صفرا، تمام كده تمام. يبقى حتى لما فرقنا بينه مين؟ فرقنا بين انوفلس ادلت وبين الساند فلاي، حلو كده اهو ادلت برضو. طيب نيجي على حاجه بينهم كده اسمها الموسكا. الموسكا في منها نوعين، في موسكا لارفا اللي هي طويله كده اسمها موسكا لارفا اهي، موسكا لارفا، وفي موسكا دوميستيكا شبه الكلى اهي، عندك كليه وكليه اسمها ايه؟ دوميستيكا. يبقى حتى الان جات لك ناموسه يا ابن الحلال اسمها ايه؟ انوفلس ادلت. جات لك حشره صفرة شبه الناموسه وبتقرص اسمها ايه؟ ساند فلاي ادلت، ماشي كده. طيب جات لك دوده كده، دي موسكا لارفا اهي، موسكا لارفا. جات لك شبه الكلى، دي موسكا دوميستيكا، ماشي كده موسكا ايه؟ دوميستيكا. طيب كده خلصنا اسهل حاجات فيهم، يعني اللي جاي بقى خمس صور ما لهمش علاقه بالواقع، احنا هنحفظهم كده مره واحده،
ماشي كده على الله بقى. اول واحده شايف دي كده، احفظ شكلها كويس يعني ماشي، دخل شكلها اللي هو ايه، في عندك رجلي نازله كده اهو فاهم، مميزه رجليها نازله كده بطريقه مميزه وطويله كده من ورا ماشي. دي اسمها ايه؟ اسمها زينو بسله شيوب سميل. يعني بص انا بقولها كده عشان مش هنساها، زينو بسله شيوب سميل. تاني كده، زينو بسله دي، ها دي مين كده؟ زينو بسله شيوب سميل. طيب امال دي تعرفها من حاجتين، ايديها شبه ايدين السلطانه والكابوريا، ومن ورا شبه النحله. بص اهي، فدي مين دي؟ دي البيديكيولاس هيومينس، البيديكيولاس هيومينس. حلو كده. تاني مين دي؟ زينوبسيلا شيوب سميل. اهي اسمها ايه؟ زينوبسيلا شيوب سميل. اهي زينوبسيلا شيوب سميل. امال دي؟ لا اهي اسمها ايه؟ بيديكيولاس هيومينس، بيديكيولاس هيومينس. تميزها منين؟ ليها ايدين شبه ايدين السلطعون ومن ورا طويله. انا هميزها ليه؟ عشان في شبهها اتنين. مين هما بقى؟ في دي وفي دي، ماشي كده. طيب افرقهم ازاي؟ دي اللي شبهها اكتر، من حيث ايديها شبه السلطعون الى حد ما اهي، ماشي كده. اه انا هكبر لك شويه. ايديها شبه السلطعون الى حد ما، زائد من ورا مش كبيره. يعني التانية عامله ازاي؟ التانية بص عامله كده اهو، قلت زي النحله من ورا كده كبير، عندها اير باج من ورا، انما دي لا بص صغيره. فدي مين دي؟ اسمها ايه؟ اسمها بسايرس بيوبس، بسايرس بيوبس ماشي كده. اه بسايرس بيوبس. امال التانية اللي هي السلطعون وكبيره من ورا كان اسمها ايه؟ اهي بيديكيولاس هيومينس، اهي بيديكيولاس هيومينس ماشي كده. تمام. طيب نيجي على دي، مين دي؟ دي البيت باجز، حشره الفراش، دي الفمية بتاعتها اسمها بيت باجز او سايمكس. ليها صورتين، دي او دي، اسمها ايه؟ بيت باجز او سايمكس فيميل، ماشي كده. طيب في بقى دي اللي هي برضه هي دي، ماشي كده. مين دي؟ دي الهارد تيك ادلت، هارد تيك ادلت. امال دي؟ دي سوفت تيك ادلت. بصوا ارخم ارخم حاجه في دي كلهم يعني هم مين؟ دول كده، دي واللي فوقيها بس، هم ارخم اتنين، الباقي عادي. دي بيت باجز شكلها يعني يميز الى حد ما. دي مين دي؟ دي الهارد تيك ماشي، دي السوفت بقى تيك، اما دي ايه؟ الساركوبتس سكابياي مايت، ساركوبتس سكابياي مايت. بيقول لك يعني ان ده سكشن، يعني ده سكن سكشن، قطاع في الجلد بيوضح لك ايه؟ مالتيبل ابيديرمال تراكس كونتيننج مايتس، دي يعني تحت الجلد لقيت انا ايه؟ مايتس كتير، لقيت تراكس جواها مايتس كتير، يعني يعني في مايتس تحت الجلد ماشي كده. تمام. تاني لاخر مره، مين دي يا معلم؟ ها زينوبسيلا شيوبس ميل. امال دي كانت بيديكيولاس هيومينس. امال دي كده البيت باجز او السايمكس في ميل. امال دي كده دي الهارد تيك. امال دي السوفت تيك. امال دي ساركوبتس كابيامات. امال اخر واحده بقى دي؟ ها مين دول اخر ناس؟ ها يلا عشان نحل بقى. ها كان افتكر كده افتكرها بقى ايه؟ دي كانت فيها ايدين السلطعون ولكن من ورا مش طويله، فدي اسمها ايه؟ اسمها بسايرس بيوبس، بسايرس بيوبس. اخر حاجه بتاع ماسكه في شجره اسمها ايه؟ لايس ايج، اسمها لايس ايج، بتاع كده بيضه ماسكه في شجره سميناها لايس ايج او نتس، ماشي كده. تمام. ما دي بسايرس بيوبس، دي لايس ايج، فاكر الشكل كويس ماشي كده. ودي كانت ايه؟ دي كانت الهارتك، ودي كانت البيديكولاس هيومينوس. تعال نحل بقى، نتدرب نشوف احنا ايه دنيتنا. تعالى يلا بسم الله. اول حاجه مين دي؟ حفظناها بقى يا راجل. ها قول، الزينوبسيلا شيوب سميل. برافو عليك، زينوبسيلا شيوب سميل. تعالى امال كانت مين دي؟ يا لهوي، اول سلايد خالص كانت مين؟ هيتروفس تروفس. برافو عليك، كانت اول تفتكر هيتروفس تروفس ايه؟ ادلت. برافو عليك، اسمها هيتروفس، هيتروفس ادلت ماشي. تعالى مين دي؟ مش فاكر، ابدا اشوف. عندها ايدين سلطعون وعندها بتاع طويلة من ورا، بس افتكرت دي التانية اللي كانت تحت البسلة دي، اسمها ايه؟ اسمها حاجة هيومينس، انا فاكر بيديكولاس هيومينس. برافو عليك، جمع الاسم ماشي، مش فاهم حاجة بس جمع الاسم اهم حاجة، بيديكولاس هيومينس. طب تعالى هنا يا بتاعت الانتستين، اسمها ايه؟ افتكر كان كات سيكشن، يوضح لك مين؟ يوضح لك الانتروبيوس فينوكلياريس في الانتستين، مش فاكر اهي لو مش فاكر. تعالى كده اطلع فوق اهي، ده مش في غيرها هي اخر واحده بتاعت الاسكابيوتس كابيوي، عندك اهي اهي انتروبيس فيرمكويارز في الانتستين
حلو كده الكلام، حلو قوي. تعال نكمل حل يا عم، يلا بسرعه بسرعه بسرعه. تعالى عندك بقى دي كده، ساند فلاي ولا انوفيلس؟ ابدا اشوف. مبدئيا هي صفرا ورجلها كلها صفرا، لا خلاص ساند فلاي بقى، يبقى نسميها ساند فلاي ادلت. ماشي، امال مين ده؟ والله دي كانت انتروبيوس فيرمكولاريس، بس هل هي ميل ولا فين؟ انا مش فاكر، ابدا اشوف، ابص على الديل. ديله معوج، اذا ده ميل، يبقى دي مين؟ انتروبيوس فيرمكولاريس ميل. لو الديل مفروض كده بقت في ميل. ماشي، طب هنا بقى قلت لك افتكر دي كانت ايه، كانت بتاع عليها ديل شبه البيضه، فنسميها ها صح سيركاريا، فنسميها ايه بقى؟ كانت انهي واحده دي؟ كانت الهيتروفس سيركاريا. برافو عليك اهي، لو مش فاكر حتى اطلع لك فوق ايه، هيتروفس سيركاريا. ايه يا سيدي، هيتروفس سيركاليا. ماشي كده نكمل حل. طب نيجي هنا، وراك الفراخ دي، ها افتكر معاك الفراخ اسمها ايه بقى؟ ميراسيديوم. برافو عليك، تبع مين؟ هيتروفس، بنسميها هيتروفس ميراسيديوم. السؤال اللي جاي في الامتحان ازاي يقول لك اذكر، يعني يقول لك مثلا ايه طيب النيم والستيج، فالنيم هنا ايه؟ هيتروفس تروفس. طب والستيج بتاعتك هي ايه؟ ميراسيديوم. ماشي كده تمام. طيب نكمل، مين دي يا راجل؟ هاي من ريب سنانه بس ايه سكوليكس، ليه؟ وشها اللي هو العين اهو والبق. ماشي كده، اهي من لبس سنانه سكوليكس. ماشي كده، طيب ده كده ابص هي شبه السلطعون بس ايد مش الباج مش طويله. الله افتكرت كانت مين، ها افتكر اسمها ايه، بوسايرس بيوبس. برافو عليك، بوسايرس بيوبس. طب تعالى مين دي؟ برافو عليك، البيت باجز او السايمكس، بس دي اكتب كمان انها حاجه في ميل، بيت باجز او سايمكس في ميل. ماشي كده، امال دي؟ دي الهارتك. برافو عليك، امال دي؟ بتاعت سكابياي مايتس، افتكر اسمها ساركوبتس سكابياي مصر. برافو عليك، امال دي؟ البيت باجز، لان دي هي دي اهي، شايف دي كده هي دي. ماشي اهو، امال اتنين البيت باجز او السايمكس في ميل. امال دي؟ دي الهارد تك، يعني دي هي دي، هما الاتنين هارد تك. امال دي اخر حاجه فيهم؟ اللايس ايج، او اسمها ايه تاني؟ اسمها النتس. ماشي كده، كده خلصنا وحلينا. تمام، اتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا معايا وحفظتوا، والفيديو ده يتسمع مره الصبح قبل الامتحان عشان تفتكر الدنيا فيها ايه. ماشي كده، والبصمجه دي تكررها كتير. ماشي، انت مثلا تذاكر مثلا دلوقتي تنسى، تعال بكره قبل الامتحان اسمعه وهتنسى زي الفل. ماشي، الدنيا ماشيه معاك حلو يعني. ماشي كده، اتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا جدا يعني، عذرا على الحوار اللي حصل بتاع المسح بتاع اللي حصل في الفيديوهات ده، بس كان غلطه للاسف، دم اتحرق فيها قوي. كله خير ان شاء الله يعني. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.